منشر هشام الملولي فيديو كيجمعوا بالمغنية دنيا بطمة في إحدى الملاهي الليلية بطنجة. هاد الفيديو خلق ضجة كبيرة وخلى الكل كيتسأل أشنو كيجمع دنيا بهشام الملولي. وضح نوع العلاقة اللي كتجمعوا بدنيا بطمة من خلال تدوينة على صفحته الرسمية بموقع انستغرام اللي كتب فيها بطمة ناديالي الله يجمعنا في الحلال إن شاء الله. وطرح الملولي سؤال على المتابعين ديالو اللي كتب فيه خوتي بلا كذوب واجينا مع بعضياتنا. دنيا بطمة خرجات عن صمتها ووضحات نوعية العلاقة اللي كتجمعها بالشرطي السابق هشام الملولي وكتبات السلام عليكم. كيقول لك واحد المثل دير الخير تلقى الشر، وإذا الشر زاد عن حده واجب علي التوضيح. أنا كفنانة مغربية بنت حي شعبي معروفة علي الابتسامة ما كتفارقنيش وما متكبراش نهائيا. واش هذا غلط؟ في آخر حفل وقع واحد الموقف، واحد الشخص بغى يطلع يتصور وبقاو فيا ما خلاوش سيكوريتي. قلت ليهم ماشي مشكل بحاله بحال غيره. رحبت به وطلع دار فيديو وسط الإزعاج والصداع. وقلت ليه شنو سميتك؟ حيت إذا هو كيصحاب له راسو معروف أنا ما عرفتوش، حاجة عادية. مني قال لي الاسم ديالو عملت ليه إهداء. يمكن هو ما تقبلش أني ما عرفتش الاسم ديالو فحول الفيديو إلى فيلم قصير من تأليفه. ومن بعد اكتشفت أن هاد الإنسان معروف وكيموت على البوز الخاوي. وكتب تدوينة يمكن هو ما عارفش خطورة داكشي اللي كتب حيت واحد معمي خاصو الصرف والبوز فقط ولكن ماشي على ظهري أنا. دخل في الطريق الغلط مع الشخص الغلط اللي ما كتسكتش على حقها وماشي حيت قصير اللي جاي نقزو. ومن بعد عرفت شكون مصيفطو وعرفت الغايه من الموضوع كامل. واللي ما مربيش غادي يربيه القانون. راه ما كاينش السيبه في البلاد، ممكن بعض الامور ندوزهم واشياء ما كندوزهاش. ومن بعد هاد لي ستوري حطا دنيا باطمه هاشتاغ حلم على قدك. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظه.